اسمي عبد الإله عبد الواسع، علي إسماعيل حميدة حاتمي. كان إحنا في حجة ساكنين، لو ما جاء الحوادث نزحنا إلى مأرب. أنا نزحت من صرواح إلى مأرب إلى هنا إلى محطة الغي، بعدها فجأة خرجت من البيت أشتلعب، هذا فجأة ريتها وقلت هذه لعبة أكيد. وبعد ما نزحنا إلى مأرب وصلنا هنا، سكننا نص سنة يعني 5 شهور، وبعدين جلست كان ألعب يومي. ولما هذاك اليوم خرجت من البيت ألعب ومشيت لها عند الملعب وما حصلت جهال ألعب أنا وياهم، وكان أنا وابن عمي ورجعنا أنا وياه من عند الخط وحصلنا حبة. بزيتها من الأرض، كان بقادات المنطقة كثير يعني في هذاك الحوش قادات المنطقة. شكلها أخضر، يميل أخضر غامض. كنت ألعب بها في حق الحوش، لقيتها في حق الحوش، كنت ألعب بها، طلت للسطح وكنت ألعب بها، هذا قلت إيش يفتحها تعطر، يعني تعطر. مثل الوطاح بالصحة، أكبر من الوطاح بالصحة. وبزينا ومشينا قليل، أجي 5 متر وحصلنا أجي خيرات، وبزيت أنا 36 حبة ومن عمي 7، ومشينا قليل وحصلنا صندوق قدو فاضي مفتوح ومرجوم، ومشينا رجع للبيت. وأنا شبهت بنا على القنابل، كنت أمزح على الجهال، كان أقول لهم قنابل، والجهال كلهم جولة عندي في الحارة. وبعد ما جولة عندي كل واحد ديت له حبة، وما بقيت معي إلا حبة، ما عديت له حد. هذا بزيت الكرسي من الأرض يعني طلعت للسطح، يعني فجأة طلعت للسطح وفتحتها كذا، ما أريد أفتح، فتحتها كذا من فوق رأسي يعني جرحت بشدة، لو فتحتها كذا إنه قطعني قطع، قطم يدي يعني وبيني شفاها. كان أخواتي في معنا كان خيمة، بعدها انتقل لفوق الجدار يعني السطح كامل لفوقه. ما رضي هديها لأي واحد، وقمت أنا روحي قدام المغرب، روحي البيت وقمت فكيتها ورجعت مثل الكورة، أنا فكيتها ورجمت بها للأرض، وكانت تتغير لونها أحمر وأزرق وأخضر، وأنا انتبهت وبزيتها مرة ثانية وقلت أشوفها أشوف إيش داخلها، أنا فكيتها كذا وجرحت بي. وكان بيذاكم بعدها يعني أخي كان معها السويس حق التاكسي، بعدها قال أبي ما درى منين بالزلة، بعدها أخي طلع السوق ولا لعن منه إني يدي اكتظمت، بعدها كان جويرنا مع الطقم، بعدها قال أبي يا وقف يا طقم، وقف بعدها ركبنا وطلعنا للمستشفى يعني عالجوني. وما دريت إلا لما الناس جو كلهم لا عندي، ورجع بزوني المستشفى. طيب والذي وزعت للعيال ما قرحن؟ ما أحد لعب بهن، بعدين لما قرحت بي طوالي جاء الأمن وبزل اللي مع الجهال، وبعضهم أبوهم بزهن عليهم وما رضي يمكنوهم، وبعدين جاء الأمن للحارة حقنا وبزوا صواعق أو وزوهن معاهم. أنا لما أشوف الناس والأطفال مع ميدي يعني أنا أتأثر وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قدر الله. لما أشوف الناس معاهم ميدي وأنا بدون يد أنا أندم وأقول لو كان يداري ما كان أبزها. بعد يعني كنت أسرح المدرسة كانوا يلقبوني أبوي يا رأسبي أبوي، ثم أنا خطي ضعيف ومدري كيف، لا ما خلوني رأسبي. اللي بيضحكوا علي ويقولوا أبو اليد المقطوعة يضحكوا، أنا ما عادي ما كلموني. بعدها يعني تعقدت منه، ما عاد أسرعت في المدرسة ولا شيء، هذا إلا بعدها جابي توسط، جاء المدير توسط قال
قال ما يقولك الطلاب بيخابروا وهذا. بعدها خلوني أدرس بعد. أيوة أنا كان لما كان معي ثنتين دي كان أنفع البيت ودي ماء ودي يعني خضروات أو أي شيء، كان مثلا لو بزي ثنتين علاقيات كان أبزهم بيدي، اليوم ما أقدر أبزي إلا واحدة علاقي. يعني حين قطعت يدي الحياة صعبة جدا، وعدا اشتي يعني إذا صعب عندي مواد، يعني إذا اشتي أكتب ولا شيء مكتوب إلا أهدي ضعيفة، والأكل والكل والشرب والأكل كل شيء مصر. وحين أسير الحمام ما أحد ما بلا واحد ما بلا يأكلني واحد يشرب أصلا.